اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أيتها الأخوات الكريمات، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل على بركة الله وبتوفيق وتيسير منه عبر لطف وإذن من وليه عجل الله فرجه الشريف، نواصل بإذن الله التأمل والتباحث حول العنوان الذي بدأناه في حصتين سابقتين، ألا وهو الإنسان المعاصر بين عشق كربلاء أو عبثية نيتشه، بمعنى أن الإنسان المعاصر هو بين أمرين لا ثالث لهما، بين طريقين لا ثالث لهما، إما أن يواصل حياة العبثية كما عرفها نيتشه وكما مر بيانها فيما مضى، أو سينقذ نفسه عبر الدخول في فضاء عشق أبي عبد الله، في فضاء حب الحسين، في فضاء الفناء في كربلاء سيد الشهداء. وقد وصلنا إلى هذه النقطة، ألا وهي إن المجتمعات والحضارات تبنى على ثلاثة أركان، تبنى على ثلاثة أبعاد. البعد الأول هي الميول والرغبات، البعد الثاني هي القيم والمبادئ، البعد الثالث هو السلوك والفعل. بمعنى أن تشكل وتكون الحياة الاجتماعية يبدأ بدافع، يبدأ برغبة، يبدأ بميل في ذات الإنسان أو في ذات المجتمع. هذا الميل يسعى هذا الإنسان وتسعى العوامل العاقلة في المجتمع، تسعى إلى بلورته وعقلنته، فتنتج عندنا المبادئ والقيم. هذه المبادئ والقيم هي التي تصبغ سلوك الفرد وسلوك المجتمع، وبالتالي تكون لها مخرجات عملية خاصة ومتميزة عن غيرها. طيب، قبل أن نواصل هذا البحث، لا بأس بالإشارة إلى أهم النقاط التي مرت معنا فيما مضى، حتى يمكن أن نصل بين الدرس الماضي والذي قبله وهذه الحصة، باعتبار هذا التباعد الزمني الذي حصل بين هذه الحصص والدروس. طيب، قلنا إن المعادلة التي نسعى للتباحث حولها هي حقيقة كربلاء، حقيقة سيد الشهداء، بما أن الحسين هو سفينة النجاة، كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع، بما أن الحسين به بقي الدين، إن لم يستقم دين محمد إلا بقتلي فيا سيوف خذيني، باعتبار أن الحسين هو امتداد بنوره وبدمائه امتدت النبوة واستمرت الحقيقة المحمدية وتواصل الفعل الإيماني الإلهي الرباني في هذا العالم. أنا من حسين، حسين مني وأنا من حسين، كما ورد عن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. وعلى هذا نجد أن الحسين، أن سيد الشهداء هو أصل وحقيقة الحقائق التي من خلالها يمكن أن نفهم، يمكن أن نتأمل، يمكن أن ننظر إلى سر استمرار الدين وإلى سر بقاء الإيمان في هذا العالم. إذن فعندنا الحسين كحقيقة حاضرة حية، سنة السنن في هذا العالم، كربلاء سيد الشهداء، عاشوراء الإمام الحسين سلام الله عليه. طيب، إلى جانب هذه السنة، إلى جانب هذه الحقيقة، عندنا واقع نعيشه ونعايشه، عندنا واقع نشهده ونراه. هذا الواقع ماذا هو؟ حالة الإنسان اليوم، حقيقة هذا الإنسان،
آمال وآلام هذا الإنسان، مسير هذا الإنسان، سلوك هذا الإنسان، الحياة التي يعيشها هذا الإنسان. هذا الإنسان اليوم هو يعيش في وضع سماه نيتشه بحالة العدمية، نيهيليزم، بحالة عبثية. وقد مر تصوير وتفصيل وتوضيح هذا المصطلح، بمعنى إن هذا الإنسان يعيش في واقع لا يحمل مقومات بقاء إنسانيته، بل يحمل بذور الفناء. والإنسان إذا لم يغادر هذا الواقع فإنه قد حكم على مشاريعه بالفشل، وقد حكم على مساره بالموت، ولا أمل لهذا الإنسان لإنقاذ نفسه إلا بالتوجه لكربلاء سيد الشهداء. هذه هي المعادلة التي نسعى للتأمل والتباحث حولها، بمعنى إننا نسعى، أو المدعى الذي نريد أن نصل إليه والذي نبغي إثباته هو كون الإنسان المعاصر لا أمل له بالخروج، في الخروج من العبثية والعدمية والانتقال إلى الاطمئنان والانتقال إلى الاستقرار والانتقال إلى الفلاح. لا أمل له إلا بالتمسك بالعقل الولائي القدسي، إلا بالالتفات إلى حقانية الإيمان والإمامة، إلا بالتوجه إلى كربلاء سيد الشهداء وبالتوسل بشهداء عاشوراء. هذا المدعى الذي نريد أن نصل إليه، وقد مر بيان بعض تفاصيل هذا الأمر. طيب، قلنا النقطة التي وصلنا إليها هي كون المجتمعات، كون الحضارات تتشكل بناء على تفاعل يحصل في 3 أبعاد. هناك بعد الدافع، بعد الميل والرغبة، بعد الحب والبغض، بعد الفرح والحزن. هذا البعد هو الذي يدفع الإنسان إلى صياغة فكر، إلى صياغة مشروع، إلى صياغة منظومة ثقافية معينة. طيب، هذا البعد، يعني هذا البعد، الميل، الرغبة والحب والبغض، الميل والتنفر أو النفور، هذا الأمر هو الذي يدفع الإنسان إلى عقلنة هذه الميول، إلى عقلنة هذه الرغبات، إلى عقلنة هذا الحب، في صياغة، من خلال صياغة جملة من المبادئ والقيم. إذن فعندنا دافع ذاتي ينتج، أو هو هذا الدافع سيتحول إلى حالة معقلنة، إلى جملة من الأفكار. هذه الأفكار، هذه المشاريع ستصبغ سلوك الفرد وستنتج سلوكا اجتماعيا معينا. إذن عندنا ماذا؟ عندنا بعد الميول والرغبات، بعد المبادئ والقيم، وبعد المخرجات العملية، أو ما يسمى بالسلوك الإنساني. طيب، هذه الأبعاد الثلاثة تتشكل وفقها وحولها وعلى محوريتها الحياة الاجتماعية، تتشكل على وفقها الحياة الحضارية، تبنى المجتمعات وفق هذه الأصول الثلاث. طيب، سنحاول أن نتأمل، أو سنحاول أن نشير إلى بعض حيثيات هذه الأصول الثلاث من خلال بيان أهمية كربلاء سيد الشهداء. طيب، قبل أن نواصل البحث تجدر الإشارة إلى هذا الاستفهام الذي قد يكون عالقا في بعض الأذهان، وهو أن المدعى إن الإنسانية، إن الحضارة المادية هي حضارة زائلة فانية بالضرورة، وهي حضارة الظلم، حضارة التخلف، حضارة قتل الإنسان. طيب، هذا الكلام، هذا العنوان العام، هذه الشعارات البراقة يمكن أن يواجهها الإنسان بهذه الألفاظ. كيف
نتجرأ على نعت حضارة ناطحات السحاب، حضارة الكهرباء والاختراعات والاكتشافات، حضارة غزو الفضاء، حضارة السلطة المادية، السلطة المالية في هذا العالم، حضارة كل هذه المظاهر التي نراها من مظاهر عمرانية، من حالات رفاهية. كيف نتجرأ وننعت أو نصف هذه الحضارة بأنها حضارة عبثية عدمية، وأنها ليست إلا في لحظاتها الأخيرة تلفظ أنفاسها، والإنسان بصدد مغادرتها وبصدد الهجرة من هذه الحضارة إلى حضارة أخرى؟ كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ طيب، كما قلنا أن المدعى هو تفصيل هذه المسألة وبيان حقيقة وجوهر هذه الحضارة التي ظاهرها رفاه، ظاهرها راحة، ظاهرها طمأنينة، ولكن جوهرها وأصلها ولبها معاناة وظلم وقمع. طبعا قلنا أن كل هذه الحصص هي تسير في هذا الاتجاه، ولكن لا بأس بذكر بعض الأمثلة. يعني بعض الأمثلة، مثلا نجد في التاريخ جملة من الأشياء التي أوجدها الإنسان وسميت بعجائب العالم السبع. عجائب العالم السبع ماذا يعني؟ يعني أنتج الإنسان جملة من الظواهر المادية العمرانية التي بقيت وامتدت في التاريخ وتحولت إلى أساطير أو إلى أعاجيب، بمعنى أن الإنسان يعجز في هذا الزمان وفي قادم الأيام على أن ينتج مثلها. مثلا عندنا أهرامات مصر، هذه الأهرامات هي من أعاجيب العالم السبع، ولا شك أن الإنسان عندما يقف أمام هذه الأهرامات سيجد عظمة، سيجد هيبة، سيجد تأملا، سينبهر بهذا الإبداع الفني، سينبهر بهذه العظمة العمرانية التي أعجزت الإنسان في لحظات معينة، وتحولت الأهرامات إلى نقطة تزار ومن خلالها ننتقل إلى عظمة تلك الحضارة التي واحدة من مخرجاتها ومن إنتاجاتها ومن إبداعات هذه الأهرامات. لا شك أن هذا الأمر تصرف أو إحساس سليم، كما هو إحساسنا أمام ناطحات السحاب وأمام الاكتشافات والاختراعات وأمام غزو الفضاء وغيرها. ولكن السؤال الذي يطرحه الإنسان والذي يجب أن يطرح: كيف أمكننا الوصول إلى هذه الحالة؟ كيف أمكن للإنسان أن ينتج، أن يوجد، أن يبني هذه المظاهر العمرانية التي سميت بالأهرامات والتي نحن نخضع لهيبتها؟ بعبارة أخرى، هل أن ما بذله الإنسان، هل أن ما قدمه المجتمع البشري من آلام وتضحيات ودماء وعذابات وقتل وسفك وظلم، هل أن كل هذا يمكن أن يبرر لنا أن نتمتع بلحظة رؤية قبور ملوك الفراعنة التي تسمى بالأهرامات؟ يعني هل أن ما دفعه الإنسان يساوي حقيقة لحظة مشاهدة هذه أو متعة لحظة مشاهدة هذه الأهرامات؟ يعني حتى نبين أكثر، نحن نعلم أنه في مصر، في تاريخ مصر على امتداد قرون بنيت جملة من الأهرامات. طبعا ذكروا في محله أن عددها يفوق 100 هرم. طيب، إذا نأخذ مثلا أحد الأهرامات، هذا الهرم الذي عدد الحجارة، عدد الكتل الحجرية التي بني منها أو بني عليها هذا الهرم، عدد الكتل الحجرية يفوق 2,000,000 كتلة حجرية.
يعني أكثر من مليونين حجارة جمعت حتى يبنى هذا الهرم. لا شك إلى حد هذه اللحظة يوجد إبداع هندسي فني عمراني علمي. طيب، ولكن هذه المليونين كتلة حجرية كيف وصلت إلى هناك؟ من الذي أوصلها؟ إن توصلت إلى منطقة الجيزة أو في تلك المنطقة التي توجد فيها الأهرامات الآن، نقلها العبيد من مسافة 900 كيلومتر، يعني قرابة 1000 كيلومتر، نقل العبيد مليونين، أكثر من مليونين حجرة، يعني 2,300,000 حجرة لبناء هرم معين، قبر من قبور ملوك ذلك الزمان والذين يسمون بالفراعنة. كل حجرة كما نجد في كتب التاريخ، كل حجرة وزنها لا يقل عن 2,000 كيلو، طنين، وتصل بعض الأحجار إلى 40 طن. نقلها العبيد لمسافة 1,000 كيلومتر، معدل بناء كل هرم يصل إلى ربع قرن، 25 سنة. وكل حجر كما ورد أنه ينقله قرابة 200 شخص، 200 من العبيد، 200 من العبيد ينقلون حجرة واحدة لمسافة 1,000 كيلومتر. عندنا 2,300,000 حجرة لبناء هرم واحد، فكيف سنتصور وكيف سنعاين واقع بناء هذه الأهرامات؟ معاناة، آلام، دماء، قتل، ظلم، استعباد، اضطهاد، يمتد لعشرات السنين حتى يبني الملك قبرا له، ويبني ويضع هذا الملك هؤلاء الناس العبيد الذين يموتون في سبيل بناء هذه الأهرامات. هؤلاء العبيد الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف هلكوا، ماتوا لأجل بناء قبور الفراعنة. يأتي هؤلاء الفراعنة ويجعلون قبور هؤلاء العبيد إلى جانب قبورهم، ليسوا ضمن الأهرامات طبعا لأنهم من فئة مبتذلة في المجتمع، عبيد، فتوضع قبورهم إلى جانب ولكن قريبة من الأهرامات. لماذا؟ لأن هؤلاء الفراعنة كانوا متدينين ومقتنعون بحياة ما بعد الموت، وكما أن هؤلاء العبيد خدموهم في حياتهم لأجل بناء قبورهم وفي سائر برامجهم الأخرى، فهم سيخدمونهم في عالم ما بعد الموت. فجعلوا قبور العبيد ركاما من حجر إلى جانب الأهرامات العظيمة. يعني عندما نقف أمام الأهرامات سنجد هيبة الأهرامات وعظمتها، وسيأخذنا ذلك الإبداع الفني، لكن لا يجب أن نتناسى أنها قامت على عذاباتي وآلامي ودمائي وجماجمي وأجسادي عشرات آلاف العبيد لعشرات السنين. وهذا هو الذي يتكرر الآن. أمريكا ناطحات سحابها، أمريكا بنيت على ماذا؟ أمريكا بنيت على أي دماء؟ حتى لا نخوض في التفاصيل، جميعنا يعلم أن السكان الأصليين للقارة الأمريكية الهنود الحمر تمت إبادتهم. الكتب التاريخية تقول أنه تمت إبادة أكثر من 100 مليون من الهنود الحمر حتى تبنى هذه الحضارة الأمريكية أو هذا المجتمع الأمريكي. هذا إلى جانب عشرات الملايين من الأفارقة السود الذين تم استعبادهم واستجلابهم لأجل خدمة الأراضي الخصبة في هذه الأرض المكتشفة حديثا أمريكا. يعني مثلا عندما نجد أن جورج واشنطن الأب المؤسس للمجتمع الأمريكي وللحضارة الأمريكية وللتقنية الأمريكية وللقوة الأمريكية، هذا عندما مات كان يخدمه 300 من العبيد من السود، 300 من العبيد ومن الجواري. إذن
فهذه الحضارات التي نحن يأخذنا بريق جمالها وإبداعها ونقف هناك، يجب أن نواصل البحث. كيف وصلت؟ للأسف وصلت على آلام وعذابات الناس. فرنسا عاصمة الأنوار، فرنسا ثورة الأنوار، فرنسا عصر الأنوار، الحرية والعدالة والمساواة. هذه فرنسا عندما استعمرت الجزائر لمدة 130 سنة في ثورة التحرير، في حرب التحرير، 7 سنوات الأخيرة من الاستعمار والاحتلال الفرنسي للجزائر، استشهد في ثورة التحرير 1.5 مليون جزائري، حينها كان الشعب الجزائري 6 مليون، يعني ربع الشعب أبادته فرنسا. فرنسا جون جاك روسو، فرنسا مونتسكيو، فرنسا ديدرو، فرنسا عصر الأنوار، فرنسا المسرح، فرنسا الفن. في على امتداد الاستعمار الفرنسي للجزائر 130 سنة، 1.5 مليون في ثورة التحرير، على امتداد الاستعمار 8 ملايين جزائري قتلت فرنسا. وتأتي فرنسا وتتبجح بكونها رمز للحرية والديمقراطية، وتدافع عن حقوق الإنسان وعن. ألمانيا جرائمها في ناميبيا واضحة وجلية، إبادة أكثر من 100 ألف جنوب غرب أفريقيا. طيب هذه الدول التي هي الآن أمريكا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا استعمارها للهند 4 قرون، 400 سنة، ليس 400 سنة، يعني هذه الدول التي هي مفاصل الحداثة الغربية، مفاصل الحضارة المادية، وتتبجح وتتزعم هذا العالم، وتظهر وتعلن سطوتها في هذا العالم، سلوكها وحقيقتها وواقع ما وصلت إليه هو واحد من أهم العوامل هذا الواقع، إنتاج هذا الواقع، هي مئات أو معاناة الملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين لمئات السنين. فهل هذا مقبول؟ عندما نخضع أمام هيبة ناطحات السحاب، أو عندما يصل المسافر إلى أمريكا ويرى تمثال الحرية ويأخذه جاذبية جمال ذلك التمثال، ألم يسأل نفسه أن هذا التمثال قام على جماجم 100 مليون من الهنود الحمر؟ وأي جمال سيبقى لهذا التمثال عندما يحدث الإنسان نفسه أن هذا التمثال قام على دماء 50 مليون من الأفارقة السود، 50 مليون الذين وصلوا سالمين إلى أمريكا، لأن أكثر من 5 أضعافهم ماتوا في الطريق وألقيت بهم إلى الحيتان، وألقي بأجسادهم وأبدانهم في البحر. إذن لا يجب أن تأخذنا ظاهر هذه الحضارات، بل لابد أن نسأل ما وراءها. والحديث حول الأبعاد الثلاثة التي تتشكل منها المجتمعات يساعدنا في تفكيك منظومة الحداثة المادية، لأن هذا السلوك كما قلنا أن الأبعاد الثلاثة التي تقوم عليها المجتمعات: بعد الدافع الذي يتمحور حول الميول والرغبات والحب والبغض، هذا الدافع ينتج فكرا، هذا الفكر سيصبغ سلوكا، هذا السلوك الأرعن لفرنسا في إبادة ملايين من الشعب الجزائري لا شك أنه مسبوق برؤية فكرية أسس لها المجتمع أو الفكر الفرنسي. هذا الفكر الذي أسس لهذه الإبادة هو له منشأ أين؟ في ميولات، في حب، في تلك الشهوات الحاضرة في قلب هذا المجتمع. عندما نرى هذا السلوك سنرجع خطوة لنتأمل أي قيم، بأي وجه عقلاني أمكن لفرنسا أن تبيد هؤلاء، أن تقتل الشعب الجزائري. عندما نرجع نحاول أن نفهم أن نفس الأمارة بالسوء الحاضرة في قلب الحداثة الغربية كيف أنتجت تلك القيم التي تبرر سفك الدماء. النفس الأمارة بالسوء كيف أنتجت تلك القيم في أمريكا التي بررت قتل أكثر من 100 مليون من الهنود الحمر؟ أي قيم من هذه؟
عندما نعيش ونتأمل ونلاحظ هذه القيم عندها ستتعرى أمامنا ماذا؟ الحداثة الغربية المادية، وستظهر على حقيقتها، وعندها يمكننا أن نفهم أن مصيرها ومآلها هو عدم الاستمرار. إذن فهنا ومن هذا البحث نحاول أن نصل إلى معاناة الإنسان اليوم، إلى أزمة الإنسان المعاصر في هذه الأبعاد الثلاثة، في الميول والرغبات، في القيم وفي السلوك، حتى نجد الربط بين معاناة وآلام الإنسان اليوم ووجه احتياجه لكربلاء، وكيف يمكن لعشق الحسين أن ينقذ الإنسان، لأنه كما نقتنع وكما نحن معتقدون أنه لا أمل للإنسانية اليوم إلا بالتوجه لشعار يا لثارات الحسين، إلا بالتوجه لعزاء سيد الشهداء، إلا بالتوجه إلى فضاء عشق الحسين. ولا أمل سفينة الحسين، حسين مني وأنا من حسين، استمرار النبوة، سعادة الإنسان، فلاح الإنسان هو من الحسين. وهذا هو دورنا كمقتنعون كمعتقدون بهذه الحقيقة، أن نبينها ونوضحها لأنفسنا ولغيرنا. طيب، إذن قلنا عندنا ثلاثة أبعاد: بعد الميول والرغبات، بعد الفكر، وبعد السلوك. الميول والرغبات ماذا نعني؟ نعني أن كل إنسان في هذا العالم يحدد سلوكه وفق جملة من القيم التي ينتجها وفق ما يرغب فيه. الرغبة سابقة على إنتاج الفكر. يعني بعباراتنا الدينية نقول إن لكل إنسان آلهة يحدد وفق تلك الآلهة الحب والبغض، يحب ما تحبه تلك الآلهة ويبغض ما تبغضه تلك الآلهة، يميل إلى ما تبعث إليه تلك الآلهة وينفر مما ترفضه وتكرهه تلك الآلهة. هذه الآلهة هي أمر كامل في ذات النفس، حقيقة النفس، هوى النفس، وسوسة إبليس، أمراض النفس، حب السلطة، التكبر على الآخر، كل هذه الميولات هي التي تحدد المحبوب والمكروه لدى هذا الإنسان. في دائرة الإيمان داخل المنظومة التوحيدية نجد أن أصل وأساس التوحيد أن الوصول إلى مقام المخلصين، الإخلاص في التوحيد والمخلصين، يعني أن يحدد الإنسان حبه وبغضه، أن يحدد الإنسان ولاءه وبراءته، أن يحدد الإنسان ما يرغب فيه وما يرفضه، أن يحدد الإنسان كل ذلك وفق حقيقة التوحيد. وفق ماذا؟ حقيقة التوحيد. وإذا كان حال الإنسان في جميع شؤونه، في حبه وبغضه، في فرحه وحزنه، في ما يرغب وما يكره، في ما يريد وما يرفض، إذا كانت ميولات الإنسان كلها نتيجة حقيقة التوحيد، فهذا الإنسان في أعلى درجات التوحيد، في أعلى درجات القرب من الله. ولكن هذا أمر كما أشارت إليه الآيات المباركة أنه لا يمكن أن يصل إليه إلا المخلصين، من استخلصهم وأخلصهم الله لنفسه، اختارهم واشتباهم. إبليس قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يعني يوجد أشخاص لا يمكن لإبليس أن يتدخل في حبهم وبغضهم، لأن ذواتهم أسست على حقيقة التوحيد، بل هم مظهر التوحيد في هذا العالم، لذلك يعجز إبليس عن الوسوسة إليهم. أعلى مظاهر الإخلاص حبهم وبغضهم حب الله، يرضى الله لرضاها، يسخط لسخطها. فاطمة الزهراء سلام الله عليها حبها كاشف عن حب الله، حبها لسلمان، حبها لشيعة أمير المؤمنين كاشف عن حب الله لهؤلاء.
وبغضها لفلان وفلان يكشف، يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها، سخطها على فلان وفلان يكشف عن سخط الله عنه. لماذا؟ لأن الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه هي في أعلى درجات التوحيد. طيب، غير المعصومين، غير هؤلاء المخلصين بالتعبير القرآني، غير هؤلاء يعيشون مراتب في الشدة والضعف في القرب من حقيقة التوحيد. هذه المراتب تختلف وفق الحب والبغض، وفق الفرح والحزن. قلنا أن الأصل الإنسان يفرح لحقيقة ما يمليه عليه التوحيد، ويحزن أو يبغض ما يمليه عليه التوحيد أن يبغضه. ولكن نجد أن الإنسان مثلا يفرح لحصول مال بين يديه، يتألم أو يحزن أو مثلا يفجع عندما يعيش حالة طبيعية مثل الزلزال مثلا، أو يتألم يتأذى لوجود مرض، يفرح لوجود مثلا مدح إليه. طيب، هذه الأمور التي يفرح لها الإنسان لا شك أنها بعيدة عن عالم التوحيد، لأن التوحيد أصله وأساسه أن الله عز وجل هو منشأ كل خير في هذا العالم. فالأصل أن أفرح بقرب من الله، لا أفرح بحصول كم من المال في يدي. هذا الفرح هو نوع من الشرك الخفي، وهذا يبعدني عن دائرة التوحيد. طيب، إذن ففي ميولات الإنسان ورغبات الإنسان يوجد محور، محور الحضارة المادية هو عالم الدنيا. هذا المحور الذي يحدد حب وبغض الإنسان المعاصر الذي انغمس في الحضارة والحداثة المادية. الأمور المادية هي التي تحدد ما يحبه الإنسان، وهي التي تحدد ما يبغضه الإنسان. طيب، فإذا كان بعد الميولات يحدد ما يحبه الإنسان ويحدد ما يبغضه الإنسان وفق الأمر المادي، فماذا ستكون النتيجة؟ النتيجة أن الإنسان يفرح بالأمور المادية، لكن بعد ذلك سيكتشف أنها زائلة. المال يزول، حتى وإن بقي بين يدي هذا الإنسان ففي حالات المرض لا يمكن أن يفيد المال هذا الإنسان. في حالات الموت قطعا لا يفيد المال ولا تفيد المادة هذا الإنسان. فعندها، عندما يلاحظ الإنسان كيف أن إنسانا آخر مات رغم امتلاكه للمال، فعندها سيخاطبه لا وعيه أن المال لا قيمة له. فإذا لم يكن للمال قيمة، إذا لم يكن للمال وجود، إذا لم يكن للمال تأثير، وهذا ما يدركه هذا الإنسان بلا وعيه عند ملاحظته لأمراض، أو لأمراض يستعصى شفاؤها، أو لحالات موت، أو لمصائب وكوارث أخرى، غرق وما شابه. طيب، هذا الإنسان سيخاطبه لا وعيه، أو سيجعله يتأذى أن هذا المال لم يقم بدوره في إنقاذ الإنسان من الموت. وإذا لم يقم هذا المال بدوره فسيفقد هذا المال قيمته. وكيف يفقد هذا المال قيمته وأن المال هو الذي يحدد لي من أحب ومن أبغض، ما أريد وما أرفض؟ عندها سأعيش أزمة في داخلي. هذه الأزمة هي نتيجة ماذا؟ نتيجة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لأنني ابتعدت عن المحور الأصلي، عن الأساس الأصلي الذي يحدد لي الحب والبغض، فوقعت في حب المادة الفانية الزائلة، وحب البيت الفاني الزائل. أي أمر مادي سيزول، وعندما يزول سيفقد مبرر وجوده. وإذا فقد مبرر وجوده وأنا بنيت كل ميولاتي عليه فستنهار كل هذه الميولات. عندها نجد هذه الأزمة التي يعيشها الإنسان اليوم، هذه الآلام التي يعيشها الإنسان. المعاناة من أين تأتي؟ معاناة الإنسان اليوم ما هو منشأها؟ معاناته أنه حدد الحب والبغض وفق معايير المادة، وفق معايير الحداثة الغربية.
حدد الحب والبغض في ذاته وفق معايير المادة التي هي حاضرة في غريزته، في غريزته المادية، ووقف عند حقوق هذه الغريزة وما تريد وما تشتهي وما ترفض. وقف عند هذا الأمر فيعيش الإنسان كل هذه الأزمة التي نراها، رغم المال، رغم الطب، رغم الاكتشافات، رغم نجد الانتحار، نجد الأزمة، نجد التوتر، نجد الضغط، نجد التألم، نجد البكاء، قلة السعادة، الميل للمخدرات حتى ينسى الإنسان ألمه. كل هذه الأمور كاشفة أن هذا الإنسان يعيش أزمة. محور ومنطلق هذه الأزمة المادة في تحديدها للحب والبغض، جانب الميولات. عن إمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: من تعلق قلبه بالدنيا تعلق قلبه بثلاث خصال. يعني من جعل محور الحب والبغض، محور الميل والنفور، محور الفرح والحزن، من جعل ملاكا دنيويا الدنيا تعلق قلبه بثلاث خصال. ما هي الثلاث خصال؟ هم لا يفنى، وأمل لا يدرك، ورجاء لا ينال. هم في النفس لا يفنى، أمل في القلب لا يدرك، رجاء في العقل لا ينال. بمعنى أن هذا الإنسان سيعيش الأزمة في النفس وفي العقل وفي الروح، يعني في القلب سيعيش الأزمة في هذه الأبعاد الثلاثة التي تكون شخصيته، فستكون شخصية متأزمة. لماذا؟ لأن قلبه تعلق بعالم المادة. طبعا يطرح السؤال: لماذا تعلق القلب بالمادة؟ لأن المادة لها لذة، لأن المادة أمر تشتهيه النفس. ولكن عندما يجعل الإنسان كل همه في هذه المادة فعندها سيتأزم ويتألم. ما هو الحل؟ كيف يمكن لهذا الإنسان أن يخرج من بعد ماذا؟ من بعد الميل والنفور، من بعد الحب والبغض على محور المادة؟ كيف يمكنه أن يخرج لينقذ نفسه؟ يمكن لهذا الإنسان أن يخرج من حب الدنيا، ولا شك أن الدنيا توجد فيها لذة، وهذه اللذة هي التي تجذبها أكثر الناس إلى عالم الدنيا: لذة المال، لذة السلطة، لذة الجاه، لذة الرغبة، لذة الغريزة. هذه اللذة لا شك أنها أمر قوي، لذة جامحة، لذة. ما هو الأمر الذي يمكن أن يجعل الإنسان يتجاوز عالم الدنيا، يتجاوز لذة الدنيا؟ ما هو الأمر؟ لا يوجد أمام الإنسان المعاصر وأي إنسان في التاريخ، لا يوجد أمامه طريق لتجاوز لذة الدنيا الشديدة إلا بالتوجه إلى لذة أكبر من لذة الدنيا، إلا بالتوجه إلى حب أعظم من حب الدنيا، إلا بالتوجه إلى عشق يحتقر الإنسان أمام ذلك العشق، هاته اللذات الدنيوية. ولا توجد لذة، ولا يوجد حب، ولا يوجد عشق في هذا العالم أعظم من عشق كربلاء الحسين، أعظم من عشق سيد الشهداء. أحب الله، حديث عند الجميع، أحب الله من أحب حسينا. حب الحسين هو الذي سيحيلنا على أعلى درجات الحب. ومن دخل في موجة، ومن دخل في فضاء، ومن دخل في وتيرة حب وعشق الحسين فعندها ستذبح وستضمحل وستذبل وستفنى وستصغر كل اللذات في هذا العالم. وهذا أمر لا يمكن أن ينقل عبر اللسان والمصطلحات والمفاهيم، وإنما أمر
يعيه من عاش في قلبه عشق أبي عبد الله الحسين، من عاش في قلبه عشق كربلاء، عشق النظر إلى مقام وقبة الحسين. لا يوجد للإنسان المعاصر طريق للخروج من التعلق بعالم الدنيا، من التعلق بهذه الدنيا المادية الغريزية التي تحدد لنا ما يجب وما لا يجب، ما نريد وما لا نريد. لا يوجد أمام الإنسان المعاصر إلا أن ينتبه، إلا أن يلتفت إلى كعبة وقبلة العشق في هذا العالم الحسين بن علي. ما لم يصل الإنسان إلى عشق الحسين فإنه سيبقى يتخبط في عالم لذات الدنيا التي ستحدد له ما يحب وما يبغض، وسيبقى على هذه الحال لأن الدنيا فانية زائلة، توابعها المادية فانية زائلة، المال فان، البيت فان، الغريزة فانية، وستضعف السلطة البدنية المادية الظاهرية، سيأتيها لحظة وتضعف. كل هذه الأمور فانية، وإذا جعلها الإنسان معيارا فستفنى حياته معها، لأنه بنى كل حياته على هذه الأمور المادية. لكن عندما يلتفت إلى عشق الحسين، عندما ينتقل إلى عشق كربلاء، فعندها سيمكن لهذا الإنسان أن يحتقر لذات عالم الدنيا، بل سيصيرها وسيغيرها وسيجعلها طريقا لتلك اللذة الكبرى، للذة الحسين، لذة عشق الحسين. أحب الله من أحب حسين، لذتي سيصيرها طريقا للوصول إلى لذة الحضور في مجلس عزاء الحسين. وهذا أمر، هذا دورنا نحن شيعة أمير المؤمنين عشاق الحسين، أن ننقل هذه المعاني، أن ننقل هذه الحقائق على نحو أدق إلى قلوب الإنسان، لأن الإنسانية متعطشة لهذا العشق الذي تبحث عنه حتى تنقذ نفسها من مخالب معايير الدنيا والمادة الزائلة. البعد الأول الذي هو يؤسس لإنتاج المنظومة العلمية المعرفية، ميل الإنسان، رغبة الإنسان، ما دامت معاييرها مادية فهذا الإنسان سيعيش التقهقر، سيعيش التراجع، سيعيش السقوط في مدارج الكمال. ولكن عندما ينتبه الإنسان إلى العشق، عشق الحسين، عندها سيصل الإنسان ويتعالى عن ملذات عالم الدنيا. أفضل الناس، رواية عن الصادق سلام الله عليه، أفضل الناس من عشق العبادة، أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. أصبح لا يبالي العسر واليسر، الحب والبغض في الدنيا لا معنى لهم، يستوي عند هذا الإنسان الحجر والدر والجوهر. لماذا؟ لأن قلبه تعلق بعشق العبادة، طريق عشق العبادة الحسين بن علي. الإنسان يجب أو واجبنا أن نوصل عشق الحسين لجميع القلوب الحية في هذا العالم، وكل قلب توجد فيه قابلية لعشق الحسين. لذلك نجد الحسين قد جذب أتباع الأديان والمذاهب الأخرى، وهذا ما نلحظه ونراه، وهذا ما قرأناه وما كتبوه. وعلى هذا الأساس توجه الإنسان، لفت نظر الإنسان للحسين، سيجعل هذا الإنسان قد وضع خطوة على طريق إنجاح، على طريق
نجاة مجتمعه على طريق إخراج الحضارة الإنسانية من مخالب المادة الشيطانية الهالكة المهلكة إلى نور عشق الحسين. إذن فالحب والبغض هذا الميل الذي هو البعد الأول الذي سينتج البعد الثاني الذي هو عقلنة هذه القيم في علوم أو وسيترتب على ذلك سلوك هذا الإنسان منشأه الحب ومنشأه حب وعشق الحسين. إذن هذا في تحليل هذا المجتمع. طيب عندنا البعد الثاني الذي هو ماذا؟ كيف يمكن لهذا الإنسان أن يعقلنا هذا الحب والبغض في واقعنا المعاصر؟ المقصود هو الإنسان المعاصر، وما هو دور كربلاء حتى تتشكل القيم والمبادئ التي ستنتج سلوكا ينقذ الإنسانية؟ يعني أكرر حتى لا نضيع أن بحثنا في علاقة الإنسان المعاصر أو ما هو أو مصير الإنسان المعاصر، إما الالتحاق بقافلة سيد الشهداء أو البقاء والارتكاس أكثر في حضارة العبث، في الحضارة العبثية العدمية. هذا الإنسان يجب أن يبدأ ببعد الدافع لديه ويحرره من براثن النفس الأمارة ويوجهه لعشق الحسين ليصل لمرحلة الحب والعشق الذي هو أعلى لذة وهو أعلى درجات اللذة التي تضعف ويحتقر الإنسان أمامها لذات عالم الدنيا. أي لذة يحتقر الإنسان أمامها لذات عالم الدنيا؟ هي لذة عشق أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وإلى الحديث بقية إن شاء الله. إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء، وعلى نية تعجيل فرج مولانا الحجة بن الحسن، نهدي جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.